نرجع لنصبح عليكم بالخير. رح نتعلم هلأ ونتعرف على كيفية تركيب السوكة والفيش، وأكيد مع الموسرجية خولة الشيخ. خولة، كيف حالك؟ أهلين، الله يخليك، تسلمي. كيفك أنت؟ تمام تمام الحمد لله، بألف خير. قولي لنا اليوم إيش بتحبي؟ اليوم أنا بعرف إنه في يمكن ستات تقول والله منعرف، بس أنا حابة للي ما بيعرف هي شغلة بسيطة، كيف إنك تركبي اللمبة السوكة، تحط الأسلاك في السوكة عشان تقدر تركبي لمبة. فهي شغلتها بسيطة، هذه سلكين، تحطي هاي السوكة، تفتحيها، هاي القطعة اللي جوا تطلعيها. طبعا هلأ لازم نحط السوكة بالأسلاك، ندخلها كلها. نعم ندخلها كلها. أوكي. هلأ في هون لو بتشوفي في برغيين صغار، منرخيهم اثنين، انا نسيت النظاره معي وانا في الطريق. انا بساعدك لا مش مشكله، بتعلمها بالمره. مش غلط. هلا شايف هدول السلكين، بدي بس اعمل احزز العازل اللي برا. ليه؟ عشان اكشف للسلك انه يوصل، عشان طبعا ادخلها جوا عند تحت البرغي. هاي بس اسلك، بس اكشفها، ببرمها، ونفس الشيء الجهه الثانيه. اوكي سهله هي. هي سهله. بس اظن انه في كثير ناس ما بيعرفوها. في ما في ناس ما عند يعني بشوفوا، بس اما ما يعني ما بيعرفوا كيف بالضبط تركيبها. فيعني للي ما بيعرف احب اني افرجيه. طب الطريقه هي برضه برمتها. لما ما ابرمها هلا بدي ادخلها جوا. وانت البرغيين فكتيهم صح؟ رخيتهم عشان تقدر تدخل فيها السلك. اوكي بتدخليه وبترجعي بتسكري. برجع بشده. شدي والجهه الثانيه نفس الشيء. هاي شديته. هلا نتاكد طبعا انه هو شادد. طبعا نشده نتاكد انه شادد. هلا في هون، هاي شايفه هاي الفتحه اللي هون، هاي عشان تركب جوا، يعني ما تقدر تدخليها بس لازم تركب مكانها. أوكي. جوا بعدين بنرجع نسكر السوكه. لازم اركبها كويس. هي الفتحه لازم تكون بمكان معين صح؟ نعم نعم. هاي فكت. اوكي ضبطت. نسكرها. بس نسكرها بنركب ايش اللمبه. هاي كيفيه تركيب السوكه. زي هيك. اوكي هلا في عندنا الفيشه. في عنا نوعين من الفيشة، هذا إنجليزي وهذا ألماني. هلأ هذا الإنجليزي فيه ثلاث أسنان، هدول سنين، الثالث اللي هو موجود تحت، هذا اللي هو الفضي. هلأ إيش هو الثلاثة؟ اللي هو الحامي والبارد والأرضي. فأنا هلأ بدي، هلأ هذا معمول جاهز، بدنا نفرجيكم كيف بركب. بس إيش يعني الحامي والبارد والأرضي؟ هي النيوترال والفيز والارضي. هلا بفرجيكم كيف. بس برضه بس اخلص بفرجيكم كيف هاي مركبه. يلا هلا كيف بدنا نركب السلك. بنفك البرغي اللي هون. هو بيكون في برغيين ولا برغي واحد ماسكها؟ هلا برغي واحد هاي ماسكها، بتشديها لبرا وبتطلع. بتطلع. اوكي هلا هون
المفروض نركب من هون السلك يركب ويطلع منه الحامي والبارد والأرضي. هلا أنا هون هاي عاملتها بس بدي أفرجيكم كيف الكيفية اللي واحد بيقدر يسوي زي هيك. هلا واحد بيقيس المسافة قبل ما يقطع. هلا بدي أقطع هون تقريبا زي هيك، بدي أقطع هاي المسافة. انت عم بتقيسي المسافة كاملة اللي هي للفيشة. بدنا ننتبه طبعا واحنا بنقطع طبعا مصر. اكيد لو انقطع واحد من الاسلاك بخرب. طبعا فعشان هيك الواحد بحز، بس عم بحزز انا قاعده شايفه. بحز ما بضرب في الاسلاك. هلا هاي طلعنا. هلا دائما الارضي بيكون لونه اخضر واصفر. هذا او بيكون اخضر هيك عالميا، اخضر واصفر او اخضر. هلا بعدين زي ما عملت في السوكه بقصها من هون من نصها تقريبا، من نص يعني قريبه، مش كثير تقريبا، من ثلثها من ثلث المسافه بقصها. في أداة تانية بنقدر نقص فيها غير المشط؟ طبعاً في قطاعة. في قطاعة، بس اللي في منهم ما بقدروش يستخدموها، أو هو بستسهلوا المشط زي ما أنا هلا استسهلته، لأنه في ممكن يشدوا كتير ويقطعوا السلك. فأحسن المشط بيكون. في واحدة، في جهاز تاني بتشلح الواير أو السلك. هلا هون نفس الشيء بشدها بس اطلعها برضه ببرمها عشان اركبها. هلا انا هون ثلاثه هدول نفس الشيء سويتهم هون. اوكي هلا بدي اركبها في الفيش. لازم افك هدول اللي هون، هذا اللي نخففهم ولا هذا لا هذا بفكه لانه هذا اللي راح يمسك السلك كامل. خلي هيك. هلا بدخل السلك لجوا وبشد عليه برغي. بعدين بدخل اللي هو يوب ما دخلته طلع. يلا مش مشكلة كمان مرة لازم أرخي أول البرغي اللي تحت فكناهم واللي تحت. شوفي فكيت جهة وخليت جهة تانية. هلأ الجهة التانية بس أنا ما انتبهت معك، رخيتيها ولا رخيتها. أوكي. هلأ ركب السلك لازم يكون بهالوضعية، فلازم أدخل أول سن اللي هي هاي اللي بشد عليه. هلا الثاني الارضي بدخله. بدها دقه. طبعا طولة بال بس ما بتاخذ كثير وقت. لا ما بتاخذ وقت كثير. هذا الارضي ركبناه هلا، والثاني الثالث هو راح يكون برضه نفس الشيء نفس الطريقه، ندخله لجوا وبرضه بنسكر برضه بنشد عليه. عشان ما ينشد وانت واحد بقيم الفيش، عشان ما ينشد فيجب انه ايش نحطه بهذه على السلك هون ومنسكره بالبرغي. بالبرغي فهيك مش ممكن يطلع على اساس انه واحد لما بدي يشيل الفيش ما يتأثر، ما يشيلش الاسلاك بالمره اللي موصله. فهذه بتمسك السلك الرئيسي.
لهيك احنا شديناها. هلا بدنا نرجعها فمنشوف كيف لازم نرجعها من الفتحة على الفتحة. اوكي اها احنا نسينا اوكي احنا نسينا المفروض كنت انا حطيتها من اول زي هيك المفروض اوكي بسم الله. انا بقول بالشايفة مش ال هاتي اشوف اوكي مكان ال اوكي هلا هيك لازم حط هلا هيك انا حطيتها برجع البرغي المفروض اللي يكون هون هلا هيو هلا احتمال الحلقه الجاي اشرح عن الايرث والايرث ليكج مهم جدا بس انا حبيت هالمره بس عن الفيش بعدين المره الجايه ببقى اشرح عن الايرث والايرث ليكج ايش الفرق بيناتهم. هلا هاي الفيشه هاي هي المانيه فيها ثلاثة هي سنين والثالث اللي جوا وهذه اللي هي الإنجليزية بس أفرجيكم طب يعني. إيش بيفرقوا عن بعض خولة؟ ما بفرق كل واحد من من منشأه بس في إشي أفضل من الثاني يعني والله الإنجليزي والألماني أمن شيء هم أحسن شيء بالضبط بالضبط بس أنا هذا اللي بحب أفكه أفرجيكم إياه من جوا نفس يعني الطريقة اللي عملت فيها الفيشة الألمانية هاي نفس الشيء. هذا إيش اللي بيفرق عندها اللي فيها فيوز إذا لا سمح الله صار أي شورت أو إشي بدل ما ينحرق السلك دغري هذا بنحرق الفيوز وبتبدل الفيوز اللي أمن يعني أوكي. طبعا هذا بيحمي الأسلاك بس هذا القطعة هاي اللي بتنقام وبتتبدل إحنا بنقول هذا الأمريكي هذا الإنجليزي هذا الإنجليزي سوري وهذا الألماني الألماني أوكي أوكي هاي هي حبيت افرج الستات كيف سهله كثير سهله جدا. طب ايش بتحبي هيك تعطي نصيحه للامان اكثر مثلا للستات لما يستخدموا الفيشه؟ بقول الامان طبعا لازم واحد يتاكد انه الكهرباء مش موصله قبل ما يمددوا او يعني ما يكون مكشوف كمان الفيشه ما تكون في منهم مثلا بيمددوا بخلوا الفيشه من غير غطاء على اساس بدهم يجربوا والله مفتوحوا يخافوا انه لما يشغلوا الكهرباء يعني تمسكهم صح. فلا ما دام في ارضي المهم جدا لما بدك تركبي فيشه ولا سوق لازم يكون في ارضي هذا اللي بيحميكي هذا اللي بيحميكي بدل مثلا في كهرباء عم تتسرب بدل ما تيجي عليكي هذه بياخذها بيفرغها بالارض يعني يفضل انه دائما نسلاك نشوف اذا نعم. فيها ارضي او نتاكد نعم. لما نشتريها انه افضل شيء وامان لازم يكون في ارضي ما يعني ما بيكون فيه خوف لانه كثير من الناس يعني حتى لما يكون في اطفال الستات بشكل عام بخافوا يمسكوا مزبوط الستات فزي ما حكينا لما يكون فيها ارضي بيكون بالضبط رح اشرح عن الارضي والنظام جهاز التسريب اللي بيكشف تسريب الكهرباء ان شاء الله المره الجايه اكيد ان شاء الله بدي اتشكرك خولة الشيخ شكرا لك يسلموا ايديك اهلا وسهلا. We'll be right back.